أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم
والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله وطائفة قد أهمت هم أنفسهم يظنون بالله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما
ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم إن الله غفور حليم صدق الله